أحييكم ونقدم لحضراتكم هذه التغطية الحية والمباشرة معكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب الفترة الحالية ما بين ارتفاع وانخفاض بسبب أسعار الذهب عالميا، ولكن اليوم تراجع سعر الذهب محليا. فما تفاصيل الأسعار؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم في تغطيتنا، كما سنستعرض أيضا تفاصيل أسعار الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير. نبدأ بأسعار الدولار محليا، والتي شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. أما سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري فقد سجل 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع. وأمس قد أعلن البنك المركزي في بيان له بشرى سارة للمصريين، وهي ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار. كما قرر البنك المركزي الخميس 2 نوفمبر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض. من ناحية أخرى، اتخذت الحكومة قرارا لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. وتضمن القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذه، من بينها ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، حيث يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري. أما سعر الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه فقد شهد تراجعاً خلال الساعات الماضية بعد موجة من الارتفاعات التي تسبب بها بعض المتلاعبين وتجار العملة، وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل بفتح بطاقات ائتمان خارج مصر كريدت كارد واستمرار تجديد القبضة الأمنية وضبط المضاربين. حيث كان قد تسبب قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط لاستخدام بطاقات ائتمان بهدف التصدي لبعض الممارسات الخاطئة في تحرك سعر الدولار في السوق السوداء، فأعلن البنك عودة فتح الحدود القصوى لبطاقات الائتمان وتخفيف بعض الشروط استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد. واشترط البنك المركزي المصري على عملاء البنوك التقدم للبنك خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود، بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به أو بإرسال بما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما. كما قام بإلغاء القيود لوقف ارتفاع الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، والذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية. من ناحية أخرى، كانت قد اتخذت الحكومة قراراً مهماً لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمي في الإمارات مع الإمارات والتخلي عن التعامل بالدولار، حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم يتم وضعها في البنك المركزي المصري. وجرت المبادلة على قيمة الدرهم الرسمية في البنوك ب 8.4 جنيه وليس على قيمته في السوق السوداء. وبحسب الخبراء، يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار، ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.
وتعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية، ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي رشاد عبدو أن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار ويساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري، كما تتجه كثير من الدول الآن لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلاً من الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الاسترليني للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار وتقليل الضغط على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم. حيث قررت روسيا اعتماد قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة، تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا، وهي خطوة تهدف إلى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة. والقائمة المعتمدة تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب إفريقيا. وأشارت الحكومة الروسية إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية. فهذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالي 4.7 مليار دولار لعام 2021. كما ستستفيد مصر أيضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على روبل روسي في التبادل التجاري. وكشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تفاصيل اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية، وقال إن هذا القرار يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار. وأشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني إلى أن هذا الاعتماد سيسمح بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية لمصر، كما نوه أن روسيا تستعد لرئاسة البريكس في 2024 بتخفيف هيمنة الدولار في معاملاتها التجارية. وأوضح أن هذا الأمر يقلل من الضغط على عملة الدولار وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل. كما أصدرت الحكومة قراراً يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. وقررت وزارة الداخلية بدء تنفيذ هذا القرار والعملة والعمل به اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد أيضا على تخفيف الضغط على الدولار. والآن سنستعرض مع حضراتكم أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. سجل سعر جرام ذهب عيار 24,949 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 21,580 جنيه للشراء، وسجل سعر الجرام عيار 18,211 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14 للشراء 1,720 جنيه، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع 20,480 جنيه. وعن أسعار المصنعية فيتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10% أو تكون بين 80 و150 جنيه في محلات الصاغة. أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيه فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 جنيه فيما فوق. من ناحية أخرى، كان قد انتشر خلال الفترة الأخيرة بين المواطنين شراء وبيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك
حذر الدكتور ناجي فرح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب من هذه الكارثة، وقال إن الذهب لا يصلح أن يشترى أو يباع أونلاين ولا من خلال أي منصة عبر السوشيال ميديا، لأن الذهب يجب أن يشترى من مكان معتمد حتى لا يكون هناك غش في نوع الذهب الذي يباع. كما قال أيضا إنه يجب على أي شخص يشتري ذهب أن يحصل على فاتورة بنوع الذهب وعياره لضمان حقه. كما كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب عن أن الذهب أن الشعبة قد تلقت عدد من الشكاوى من مواطنين بأنهم قاموا بشراء ذهب واكتشفوا أنه مغشوش، وقالوا إنهم استطاعوا أن يعرفوا منهم أنهم قاموا بشراء الذهب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد مجهولة ليس لديهم كيان وغير مسجلين بالغرفة التجارية أو مصلحة الضرائب. لذلك ناشدت الشعبة وزارة التموين بأنه لابد من تقنين هذا الموضوع. كما أصدرت أيضا الشعبة بيانا تحذر فيه من الشراء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أفراد مجهولة، وأشار إلى أن هناك الكثير من المحلات التي لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه محلات موثوق بها، لكن المشكلة تكمن في الأفراد المجهولة، وشدد على ضرورة التأكد من المكان أولا قبل الشراء. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية، واشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.